أعلنت فتاة فرنسية تبلغ من العمر 21 عاما إسلامها في مسجد الأمير عبد القادر بولاية وهران شمال غربي الجزائر. ونشر إمام المسجد الشيخ بشير البحري مقطع فيديو يوثق إسلام الفتاة الفرنسية وروى قصتها المؤثرة لاعتناق الإسلام والتي بدأت حين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.